تعرف ان انا كاتب النشيد بتاع الجيش. والهنة بقى رسمنا على القلب. ايوه الهنة الهنة عايزين نسمعه. عايز اسمع انا بقى. انا بستمتع بالشعر بتاعك. كان حاجه جبته وهم بيقولوه. انا لا انا عايزك تسمعه منك انت. رسمنا على القلب وجه الوطن اخيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصلناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. الجيش المصري انا بعتقد انه، والحقيقه يعني برضو كلمه انصاف للرئيس السيسي، ما اقدرش اطلاقا اتجاهلها ما فعلوا في الجيش المصري، وانا متابع اصلي، انا بروح لهم في مناسبات كتيره جدا، وكنت بروح وبروح دلوقتي وبشوف الى اي مدى متابع بدقه ما يجري وما يدور. بتابع مش حتى في الشكل، في تغيير، في تغيير طبعا، تغيير جوهري في النوعيه وفي الشكل وفي المضمون وفي التصنيف وفي التدريب وفي كل الحاجات دي.